كده التفوق العلمي. السعاده والنجاح دايما والتفوق، واتمنى ان مصر دايما تشوف مراعم جميله زيكم كده تتفوق في حياتها وتقدر تبقى نواه لتقدم مصر، لان هو ما فيش تقدم اكثر في العالم كله الا بالتعليم. مفيش اي حاجه ثانيه خالص، ولا تكنولوجيا ولا اي حاجه في الدنيا، هي التعليم فقط. فانا اتمنى لكم النجاح الدائم ان شاء الله، والف الف مبروك عليكم، وشرفتونا الحقيقه. 10 غلط 80 و1 من 10 وكفايه عليا كده. مش هنقول اكتر من كده. النسب بتاعتنا برضه نفس النسب. طبعا النهارده دلوقتي لاول مره هيعلن الاوائل. الاوائل حضراتكم عشان تبقوا عارفين، الاول بسم الله ما شاء الله تبارك الله 300 من 300، 6 مشتركين في المركز الثاني، 6 299 ونص، 10 مشتركين في المركز الثالث 299 من 300. لسه اول مره هنعلن اهو، ما حضرتكم ما حدش يعرف ولا حد من الدول العموم يعرف. بعديه برضو عمر عبد الفتاح محمد. من الله من الله من الله تعالى. يلا عمر. مبروك يا بنتي. شيماء. هني الاهالي والطلبه للتفوق للنجاح. طبعا من اسعد المناسبات اللي ممكن اي حد، ونفتكر اغنيه عبد الحليم طبعا الناجح يرفع ايده. فانا الحقيقه يعني اتمنى المحافظه على المركز، لان هو ده السبيل الوحيد لنهوض مصر. وان شاء الله هتشوفوا ان اسكندريه بالذات هتكون رائده، هي زي ما قلنا مناره العلم والمعرفه طول عمرها. هنرجعها اقوى ما كانت، هنعمل جامعات، عاملين اتفاقيات مع جامعات عالميه انها تخش اسكندريه. في مشروع كبير ان نكون جامعه من احسن 10 جامعات في العالم انها تقام في اسكندريه. فاحنا الحقيقه شغالين في بقوه شديده مع يعني قمم زي الدكتور مجدي يعقوب والدكتور فاروق الباز والدكتور فاروق العقده واربع رؤساء على مستوى العالم والدكتور اسماعيل سراج الدين من المكتبه. كل ده عشان نحط التعليم في المركز المناسب للاسكندريه ولجمهوريه مصر العربيه ان شاء الله. يا مدام بعد اذنك. يلا كل سنه وانتم طيبين.